يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا ذي درسنا بفضل الله وبرحمته مدن هذار غف الشريح ابن الحارث الكندي. أي مثلا الشريح ابن الحارث الكندي ذا يمنية إثمرتنا اليمن والبلدان دي كندا ومن تابعين قلام وزرارا في محمد صلى الله عليه وسلم. إيش مدغى الإسلام 5 سنين وقفية دي مثل في محمد صلى الله عليه وسلم وسيق ضرار ربي أنا دروح على المدينة بشادة في زار، ولكن ثلاثة ثين سمرة من كمريت بعد الإمد إيش مدغى الإسلام إغار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا أكو التابعين من سام ما دي هذار العاوضة في القضاء ذي الإسلام أمزوروا دي مكثير ذي الشريح بن الحارث الكندي 60 سنة غيك ساعدنا ديال القضاء أيات مثلا ورقة زين مشهور اسميس ودي سوادا حاشا ما يفنى الأعمال من الدنيا غسك من غير الصحابة الكرام إلا ولكن اسميس يفرد والعامل نش يفرد كتابعين سقسمت يونو فريد ناس أنسيب دي كامل عين مجيم ذا شو نسينا الشريح رضي الله عنه إنيس وجب بمذاكرة العلماء، إنيس جلس العلماء، إنيس تكرسن تكرسن ذي العلم نو وتسوي ذي العلم سن. يعاش الشطر ذي العمر اسمه ذي الجاهلية، ولكن اسمه كشم الإسلام على ثمرة من اليمن يقرم زوالا من يكشم يكشم على الإسلام. الإسلام الإسلامي لسه ما كنت لنا 50 سنة وقفي أدي روح اللي في محمد صلى الله عليه وسلم هذه يلتحق برفيق الأعلى من كل فريد فيما ألا يتفلق في بلي غادي يروح على المدينة المنورة باش غادي يزور النبي صلى الله عليه وسلم اسمي كلا ولكن في طف الشغل في طف الشغل ألمي يعدد 5 سنين لاقي فوثنت اسمي غادي يروح يدير عهد أبي بكر يفاد الرسول صلى الله عليه وسلم يموت صلى الله عليه وسلم يحمل القضاء يتمثل وديون القاضي عادل مشهور اسميش ومشهور ذي المهنة يقيمس يسيب كاسي لرب الخالق سبحانه وتعالى يقيم ذي القضاء يمس ذي القضاء يتمثل ذي المهنة يقيم 60 سنة أرمين ذي سنين إقوض 107 سنين ذي العمريس وكان كني نسل عقلي سيقلا وكان كني نسل صحيح سيقلا وكان كني نسل القضاء سيقلا ذي القاضي ذي الكوفة أرمين يقول العمرق إذن النكاكين ويغيد الحجاج بن يوسف الثقفي إذن سام يكتفل الولاية ويتمرث للكوفة إذن يضرب الاستقالة نس الشريح ويتخر إن يخوز من الغادي لغض القاضي وذي الحجاج بن يوسف يحكم ويقمينا يستقل في القضاء نس يتخر في القضاء نس أسواس ويبرع فوربين يموت في العمر من 108 سنين دي العمريس أيه مثلا ذي القضاء نس أتصيق سطر التاريخ أثي دي سمثين خصوصا كان يعني بعض النماذج ذي قوين يجي قلام ذي القاضي ذي ثمسية مثيقين وتسيقين على الطفل الإنسان ذي الدرس ذي العبرة باش هذي لنا القضاء دائما ذخيل العدل ذخيل الصفام خصوصا كان مثلا يونواس بسان ربي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغديون أعوذيون أفيون من الأعراب يغد في الأسعودي بخل صيف أسمعني في ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن أعوذي من ينس إلحاكنا كخرشوتيس يفاتيس قدور يفاتيس على العيب يغيد غير مركز نيمة إنه ذا تدي ناسا فانا أعوذي بك ناسا أعوذي بك يسعى العيب ناسا مركز نيمة الأعرابيين الناس وتصدفوا على عودي والناس الزنزغة اسمك الزنزغة وكيو ورا
عمر بن الخطاب ينس نقيف أثنى ربك إن يسي هما أنا في التمسات النغة غلقاضين إن يسي اختار نوان أريل الجرنة إن يسي الأعرابين إن يسي هنحتكم غير الشريح بن الحارث الكندي إنس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنس أضغيس وقيم يقليد أسمك ظن القاضي الشريح إسكسا العربي نيما إفكا دكتا ستسي هدرد مرة عربي كفو إبو قدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعطار ظارة ما يدينا كنت استحكمت من بعد وجهت السؤال لعمر أمير المؤمنين ما قد كان يثبت إنس اسمه تغلط وسادة شيء يغلو يهي كارغ إنس نصح ويسعى لعيب إنس هي إما ما تطفل وإما ما استقصد العيب فإن الريث ويسعى لعيب ترغست عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعجب يتعجب ذي القضاء يسعى الشريح إنس سورة أكرغ ذي القاضي غفل الكوفة أثمثنا الكوفة ذي العراق ذو السنة مثل رغض القاضي ويكمل لك اللي ستين سنة ويحفي سنة إذا نساد القاضي اللي ثمرت من الكوفة أكايد مثل إذا وكان إذا العدل ذي الإسلام أي مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروحش درع درع نين تسوي سنة كده الجيرة يروحش يروحش بسم الله ربنا يروح على السوق أرمي في ولام غريون يهودي لسا سيدي الفئة إرحى الغرس إنيس الدرعة غينهم إنيس وذين إنيس لا إنيس تسوية ذاتسة نقول أخي ذاتسة صغيرهم وإننا نقارنوا وإننا يقارن شيني احتاج من غلقاض الشرائح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقت يهودي من أهل الكتاب إنيس ويهودين إنس درعا جميليش إنس نعم إنس نعم إنس كشين يا أمير المؤمنين إنس إنك درعا إنس علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنس نعم إنس درعا حيرو إنس زمردين داود سين شهود الشهد الغفايا إنس علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنس لم ين الحسن وإلا جون المولى إنس ذي سنة إنس الشهادة إنس الشريح ومقبولة لنا ومقبولة للشهادة ما دي شهادة ميس غفة ذاس إنس سبحان الله إنس وقام مبشر بالجنة أمش الحسن الحسين مبشر بالجنة إنس أقول الشهادة إنس لا يا أمير المؤمنين إنس مش ذا سكت باك سكت فاق صرف بالإدى العين صرف باليمينش ولكن ماذا قلنا ويا شين شهود ويا أنا مشي القرى ويا من الدماء مولا شين شهود ينسى القفول الرام أكن يموز ديفكار الشهود النظام ينسى الشريح إبو ذينيا ينسى الدرعيا أثني لك روح أسأل ربي في الليل وذينيا يبحك لك أكران شوية يغيد ينسى سبحان الله الدين دين يفكر يفكر الحق ويهوديا ويجا أمير المؤمنين إنيس والله وقال الدين الحق إنيس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إنيس دراجين دراجين إنك يا أمير المؤمنين ذغلو يغيش مع خيد ويفكيس منهم أنت المناسبة يغيب إنيس جمع خيد إنيس إذنني علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنس ينمي تكشف لغة الإسلام شهر لا إله إلا الله محمد رسول الله دراكي في كغاف إنس ينمي أرناك أعوديوي إنس تلوي ذي ذي إذا ما كان ذي العدل ذي الإسلام يتمثل يكسس الحق لأمير المؤمنين ويفكث إبو ذي الإسلام فعط كل ذي حق حقه وين يسعى من الحق فكس ثم التنسيان ماذا قلنا وذ الحارس الحق أتغنيهم وثمر التكافل وثقل الحرغة في الحق أسف لمن إيش وترتقي
الله أكبر. كغير مثلا الشريحة من الحارة الكندي مش التمساح إذا عدان اللي كانت الندن أذي استعرف العبد سوى قضاء ذي الإسلام يرواز بصر ربي غير مثلا شو التمساح الجول غروس ويحكم في الناس ولكن إذا مثلا أميسر الشريح بالذات إذا تصغب يضمن لنا القزنية يضمني أيضا مثلا القزنية في تحكمك أن الشريح يرول يرولها في القضاء أم كذا أن دلت فخ مسابق القزنية يرول وإذا ميس بالذات يضمن القس ويسكشم ميس غا الحبس حشب لك اللي يعيد ولكن يقرولي لك نعم يسكشم ميس غا الحبس وإذا نسيسي تسويني مكيان أم كل فريد نسيسي تسويني سيما نسيسي تسويني مكيان ولكن الحق ذي الحق قرد نائنك حوالي 30 موسى إثيارغ الحبس أخطر يضمن وينك نعم يقرولي لك نعم أكان يث مثلا دواجن يث الإسلام أيث مثلا يرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن يزرى بالليم ذي القضاء ولا شو داعرنا إيمانيس غير الشريح وكذلك عثمان بن عفان اسمه ديقوذ ينفس بالكنيس اسمه ديقوذ علي بن أبي طالب ينفس بالكنيس اسمه غير معاوية بن أبي سفيان ينفس بالكنيس الله أكبر كما مثلا الشريح بن الحارث الكندي ذي العبد يسعى للإيمان القرحان تقوذ ربهم ويستعلم من الدن يتبلغ الرسالة للإسلام أما ذي القضاء نسمى ذي التعليم تعليم قيام أيضا في أي مناسبة كانت أي ذرة فريد الدين ينوز بصر ربي يحقد كيون إند الدرغيون ودكيو لهميو لهميو يحقو يسيون إيو أيضا أيضا يوم دكويس يحقو يسي لهمينس إني ذرني يدس إني كحس الزدخل ويسري الشريح من الحادث الكديم وذات الصوت غرمزو بس يحقو يسي يمي سيحقون يوم دكويس ذا شو ميسي ينام؟ يروح على الروس إني سيمام يتفيد الدكاء ويقول ذاك سي بعد إني سيمام إني شو كلام لهميك حاجة سي دربي وتشت كلام يون نظر حاجة سي دربي ما لفش كير أم كانت شكير غرونا الرحمة غفين لك رحمن إني شكي كان سي دربي الخالق سبحانه وتعالى إني شو لك نمات شكي دي عباد كأذي إما ذا حبيبك وإما ذا عدوك يوم دي سينا كم حسما دي اليوم ماذا قلنا ذا حبيبي تحكي راسة حزنا وماذا قلنا ذا ذوي أذي الروفة صاد فيري إذن حكو كان إسيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إكا ذا شو نسينا غيث مثل إنيس عقل كسيمانيك بلي خزريد مليح رثيطة يوم يوهاسو غادي صرثيطة الشريح إقوهان غريما نيس بالذات غرثيطة نيس إيه درسي وينا إنيس عقلك بلي في طاقين تشوية ذا كارغوري إنيس 15 سنة يوم وتشوية غير يسنين أفريد وتشوية غير يسن عباد إنيس يولو يعني ما نسل مساتك إنيس حشكش ذي الساعي كي قال لك ده درجة إنيس يولو يعني ما ليس إنيس إذن حكو كان مخلاق سبحانه وتعالى ليس يا ربي الخالق سبحانه وتعالى إنيس وزر إذا رانش إمام العبد الصالح يعقوب عليه السلام إنس إنما أشكو بثي وحزني إلا الله إنس يحكو لهمينه وذي حزنينه إسي جرب وحدس الله كان يتمثل وكان الشريح من الحارث الكندي يونو فريد يونو واسم الصنع ربي ما يتمثل وذي نسان يغلد طاعون دينا له لك كان طاعون دي مورد الكوفر ذي العشرات كان لكنك تمثل يونو مدكوليس يعني ما مدكول الشريح يرمون يفقد الكوفة يروح الثورت للنجف بشد يرول إلى هلاك وذي تزرام الرسول صلى الله عليه وسلم إن دمري ليمك يوني يهيك الجوث تمورث طاعون الجوث تمورث أما كان التفوس ما هي الجوث تمورث إن دو صحي ذا الروس وكتشم ذا الدخل تمورث اللي يقول لك يهيك إن هو لك المدك لما يوقع له لك يقول دخل تمورث ذكر مثلا داخيس غروة أدفغم أدفغم داخيس سبحان الله يا مثلا ما قيل كان ما قال الا من هذيك الجن الجوث تمر وش وش هذا الرسول شد ابن الطع
طريقه كان لها لك تقوم كاني إن ندم هذا قلنا تقوم كاني قلت لما كان إيد الفلا لك كان غور وثد فغم ديك اسمه شو تستعب دي غنالف مورا النظام ولكن القزة كان أمدا كوي إن الشريح بن الحارث الكندي يفرد ذي الكوفة يروح غرف مورتنا النجف ولكن خزرف كي مثل ذا شو إكتباس إكتباس الشريح بن الحارث كلام مسلين أسيك شمن غالو وليس قبلان ذا شو سينان إنيسا كان أجيني ذجيبا كثر ولا في الناس إنيسا كنت تقرأي ذلك أجلينيك وكنت تسلقى سلم وكنت تسلقى سلم قسانينيك إنيسا كان أجيني غير ثروح ذاكا غير ثروح ذاكا يعني غير نجف إنيسا كان دي القبضان سيدة ربين قلام وسعد بشي قوارن في الناس وركث من نهارة ثلولام ماذا قال إيسا الله كربيل إيسا الله كربيل وعد كان إنيسا لربحنا كفوس سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى إلا الإمراء والنجف وتبعيد على رأسي ربي الله الله الشريح بن الحارث الكندي يسحب إيمان بالقرآن ولكن يشمس ربي الخالق سبحانه وتعالى المهنة يجد انقضى الدخل البوليس ويتسمر السلاح فوق ويتسمر السماح ويتسمر سوينين هم صار جامد الأخلاق الحسنة خي بقالي ندس جامد من كل ظالم غرب ولا رأي ظلمن أذيصر ولا رأي خصر أنا ولا يخصر كل ظالم أدي ولي ولا يخصر يعني أراك بقصي ربي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا من كل الظالم هذا ظلم ثم ساكيش من دارت فوق الله الله خلق وين أري جن كلام أفذ من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي ما تصدي عوض أكثر بوكني يجب شو من شتاكي نسي قعش أيه مثلا الشريح بن الحارث الكندي 108 سنين ذي العمريس سل عقلي نس سل علمي نس سل قضائي نس خذت كان يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كي دينا إن تخيركم من طال عمره وحسن عمله الخيار دقون دقون يغزي في العرش والعمل يسلي عيثا والله أكبر يقرأك من عاش تقيا عاش قويا تقلة ذي القوي سبحان الله كما يثبت إيمان إتسقسلنا ناس أنك تزمرتك ما شاء الله في 107 سنين ما زالت ذي القاضين ما شاء الله إن يس نحوف ضيت سيسم ذي ثمزين يحوف ضاعت سيدة ربي ذي ثموها الله أكبر خذت كان مثلا يحكود الشعبي رحمه الله إن دلغة كان أغرص يقول كان يخدم القضاء إنس الشريح من الحارث الكندي إن يحكو الشعبي رحمه الله إن دلغة أغرص إن بعد تكشمي دك يوتنطف إن تسرون طول من قرآن ذا الرحية تبالي إذا رأي نسوين ويقب يارب يعقل إن الدنيا غص سبحان الله تنطف إلى تبالي تسواضي تبالي يروح أسي عقيس وتشتي غفر جزيس الله أكبر إن الدنيا شريح أم كذا عقيد بني تسواضي إن الدنيا غص خزركاني بطولين ناس ماشي ده بطولين مش طولين بطولين مش طولين ملاد سريع ذا شو نسينا الشريح رحمه الله إنيس والدرارة مسلين لقين حشرة قلة بنت تمسكين الس إنيس مثلا يوسف روح الغرباء فتسنسرون ونثنين لبنك ظلم يوسف فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له ظالمون ذي مطول يشكش من غرباء فتسن ولذنين الظلام ظلم يوسف عليه السلام سبحان الله كما يجد مثلا الشريح من الحادث الكندي لك سبسوي اسمك صوت مياه وسبع سنين ذي العبرينس ذينا يضرب الاستقالة باش أدي وخارقة في القضاء وذا السنزوري يضيف ذي 60 سنة مرة ويف غرامة ذي اليوم ذي القاضي ذي الوقت يحكم الحجاج بن يوسف الثقفي ذي السباطية ذي يجي فيك التخرقة في القضاء إنس ويضان أسبس من بعد يموت إذ الله سيارة ربي ذواجين ذي الإسلام إذ مثلا الإسلام ذي العدل كيف؟ إذ الإسلام ذي العدل أن دولش العدل أن دين الإسلام الله أكبر أذي رحمه ربيه وذي يضر بيه أفي القاضي الشريح ابن الحارث الكندي وذي سلم ربي وذي سلم غفل في محمد صلى الله عليه وسلم وذي يحشر ربيه أقلت الصحابة الكرام والتابعين رضوان الله عليهم جميعا وقد يحشر ربهم ذنب محمد صلى الله عليه وسلم
رجع ربي من المؤمنين نحكم إيمانا، رجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.